السلام عليكم. كواحد من ساكنات البرج مولاي عمر مدينة مكناس، هاد الايام هذا كثروا بزاف ديال الجرائم في مدينة مكناس، سيرتو في البرج مولاي عمر. كولد البرج مولاي عمر وكتجينا غير على هاد الشيء، ما كنبغيوش نسمعوا هاد الشيء بزاف. دابا اليوم نهضروا على ديك البنت اللي مسكينه البارح لقاوها هنا في مقبرة سيدي مسعود برج مولاي عمر. كل شيء تيقول لا لقاوها مقرده، لا لقاوها هذا الخبر الصحيح ديال ديك الانسانه مسكينه. بنت عندها ما بين 8 سنين 9 سنين، معاقه مسكينه، يديها دايرين هوك. لقاوها تما لداخل، الله يحفظك اخويا، لقاوها تما لداخل دايرين ليزار خضر والشبع، ليزار خضر والشبع، ودخلوا شي دراري تما سبحان الله العظيم. ديك الجهه ما تيلعبوش حتى كره من اللور ديالها، لعبوا شي دراري كره تما، طارت كره طلعوا كانوا جوج دراري على ما تيقولوا، جوج دراري شافوا دوك الدراري دخلوا هربوا مع كاينه الترعه من ليها، هبطوا من ليها من القنت الاخر من ليها هربوا. تما مشاو قالوا الناس الكبار ديال الحومه وهذاك اللي تيقابل المقبره لتحت ديال الباب التحتاني ديال سيدي مسعود وقيل الحسن تيقولوا له، تماك صافي مشاو هضروا استشروا دخلوا مشاو شافوا داك الشيء، عيطوا للبوليس. تما من عيطوا للبوليس صافي بقاو تيكسروا هضره، لا هو لقاو بنت مقرضه، لا هو هذه لا هو هذه. لا بعض الاخوان كيقولوا بلي راه كاك شي راجل هو اللي جابها لهنا خويا، لما تيقولوا الدراري اللي شافوا هذا الشيء هذا قال الكره طربات، شو سبحان الله العظيم تيقول لك الروح عزيزه عند الله، كره طربات بيت طربات كره، هبطوا دوك جوج دراري بين هبطوا دوك جوج دراري، الدراري مازالين صغار شويه يعني، وكانوا كبار قافزين غيعيقوا بالفيلم يتبعوا هذوك الاخرين، شافوهم هربوا. دابا البلاصه فين مسكينه لقاو البنت كاينه حفره، ديك حفره واش تما كانوا غيخدموا داك الشيء اللي غيديروا ديال الشعوذه، واش كانوا غادي يدفنوها تما مسكينه؟ دابا هذه البنت المسكينه اللي لقاوها في الحاله، واش هذه البنت هذه كانت ديجا مدفونه وما جبدوها، ولا هما اللي جابوها؟ اخويا هما اللي جابوها، باش وغريب في الامر تيقولوا الناس اللي كانوا تما الاصدقاء ديالنا هنا في المقبره الفوق الباب فوقاني دريس وخمار وهذا، شنو تيقول لك اخويا بالله هذيك البنت مين مشاو شافوها لقاوها بارده وشي بحال اللي تيخرج شي ما تيقطر منها وما كايناش ريحه الخنوزيه. الغريب في الامر في هذا الشيء لما تيقول انا العقل ديالي هذيك السيده كانت في شي فريغو، يعني دوك الناس يخدموا بها دايرينها في شي فريغو تتعطل القضيه، فهمتيني اخويا؟ وهادشي راه بزاف اخويا، واش غنقول لك؟ كنشوفوا بنادم كيفاش تعطي لبنادم النفس ديالو يجيب بنت صغيره ويدير لها هادشي هذا تما اخويا، راه بزاف هاد الايام هاد الايام، وبنت مسكينه ماشي بالعقل ديالها، بنت مسكينه معاقه وفي العمر ديالها 9 سنين، شو دابا شوف واش جايين، واش لقاوها زهريه جايين يجبدوا بها الكنز كي تيقولوا، واش بغا يديروا بها شي سحر؟ شوف المهم حاجه واحده اللي بغيت نقول لك، راه ماشي هي لو مدفونه في قباره سيدي مسعود، لا ما مدفوناش في قبارة سيدي مسعود، لحقاش كاع الحفاره اللي هنا قلبوا، يعني لو تجبدات بشي قبر لا ضروري غي العائله ديالها ولا شي حد غيشوفها، فهمتيني؟ مقبرة سيدي مسعود راه معروفه. واش كاين فيها شي حراس اللي كيحرسوا ولا؟ خويا اش نقول لك؟ هاد المقبره هادي خويا، هاد الباب الرئيسي الفوق، هاد الباب الفوقاني ديالو هو اللي تنعرف الناس، تنعرف دريس، تنعرف الخمار، تنعرف اسماعيل. هاد الناس اخويا ما كتبوش على الله، مقابلين هاد القنت تيجلسوا فيه، ولا اني راه مور العصر صافي ما تتبقى لا دفينه لا والو كيمشيو. حنا تنطالبوا بحاجه وحده، ضروري المقبره ضروري خصها، راه تبارك الله راه كبيره، راه خصها عساس هنايا الفوق وعساس الوسط وعساس لتحت واللور ديالها حيت كبير. علاش؟ راه عندنا واحد المشكل كبير هنا، راه تلقى جميع الفيديوهات تيتحطوا في هاد المقبره سيدي مسعود، اول فيديو كنت درتو انا عن بزاف السحر هنا، بزاف الشعوذه بزاف تيجيو تدخل، دابا تدخل القبوره منسيين هذوك اللي تيزورهم، حتى تحفر تتلقى. كنت خدمت مع الجمعيه في الصيف هنايا، ماشي هذا الصيف، هذا الصيف ديال 2019 كنت خدمت تنحفروا هكا كنحيدوا داك، كنت يكون طالع داك الربيع تيكون الصيف جمع على حساب العقارب وكذا، الناس تيجيو يزوروا والديهم والاهل ديالهم، تنحيدوا بحال هكايا تتلقى السحر، تتلقى داك الشيء علام، تتلقى بحال دابا لقينا في كرون سادين له فمو، لقينا تصويره هاد المراه مسكينه وراجلها دايرين لها قفل وكاتبين الهم السحر، كاتبين بزاف د الحوايج. جات عندنا تال هنا مسكينه بيت شافت داك سميتو وجابت واحد الفقيه رقى داك الشيء، يعني هاد المقبره هادي اخويا. المقبره تقريبا جميع المشعوذين. اييه اخويا حنا راه مرضنا هنا في هاد المقبره هادي، انا بقوس ما كنتش كنجي لها وملي كنت خدام على الجمعيه هنايا، راه مرضنا اخويا، النفسيه ديالنا مرضات، والله حتى مرضت اخويا، انا عامين وانا مريض بسبب هاد المقبره وبسبب هاد الناس كيديروا هاد الشيء هذا. واش نقول اخويا من هاد المنابر هادو اخويا خص شي حل لهاد المقبره سيدي مسعود، يديروا لها خويا سيكيريتي، راه الشباب تبارك الله ايه جالسين،
سيكيريتي باللي كاين يديروا جروب ديال ثلاثه ديال الصباح وثلاثه ديال العشيه. علاش؟ لحقاش راه ولا عندنا مشكل كبير. راه عندنا والدينا هنا، عندنا عائلات ديالنا هنا مدفونين، راه بزاف اخويا. هاد المقبره ولات صعيبه عليه يدخل كاع يزور عليها، يزور شابنا. هاد المقبره ديما تتلقى هنا السحر، ديما ديما. دابا تدخل غير الفيديوهات في اليوتيوب ولا شي حاجه غتلقى السحر هنا. حنا تنطالبوا اخويا من المسؤولين ديال هاد البلاد هادو وهاد الناس اللي تنصوتوا عليهم وتنتمحنوا معاهم في الانتخابات وهاد الشيء، تنطالبوا يديروا شي حل لهاد الشيء هذا. راه بزاف راه كثر هادشي هذا، باش تجرأ بنادم يهز بنيه صغيره معاقه عندها 9 سنين ويجيبها حتى للمقبره ويدخل. يقدر يكون اخويا عنده يد مع شي وحدين، المهم الناس اللي الفوق تعرفوهم مزيانين، حقاش هما لقاوها لتحت. يقدر تكون عنده يد مع، خصنا حنا نعرفوا الحقيقه، خصنا نوصلوا الحقيقه ديال هاد الشابه مسكينه اللي مازال صغيره عاد عندها 9 سنين وصلت حتى لهاد الحاله بحال هكا. راه مسكينه في قبرها دابا، بنادم ميته وما قالوهاش، هذه دابا موته ما قالوهاش. اش اخويا غادي اش تتسنى اخويا شي حاجه لقدام؟ اش كتسنى في 2022 اللي غتدخل؟ شنو كتسنى منها؟ كتسمع هذا ضرب مو، هذا تكرفس على مو، هذا ضرب باه، هذا ربط باه. كتسمع تدوز يومين تتنسى انت، تدوز كاع سيمانه كتنسى انت هذه الجريمه، كدوز عاوتاني كتسمع جريمه اخرى، بنت صغيره باش يضطر بنادم كاع. دابا الشباب هذو اللي هزوها اللي حاشا يكونوا شباب، حقاش قال لك راه مازالين صغار، ماشي زعما كبار. وجوج قال لك جوج دراري اللي جابوا جوج تميت، هذه وحده معاقه ويعلم الله شنو كانوا ناويين يديروا. عطاهم الخاطر ديالهم يهزوها دخلها ويجيبوها. وكي دار تحل لهم ذاك الباب اخويا، كي دار تحل يعني اخويا. شوف الجهه الاخرى، ديك الجهه الاخرى تتكون كالم، الفيلات الناس والفيلات ديال تيطلوا الجهه الاخرى، يعني غير الظهر ديال الفيلات. يعني هاد الشيء اخويا راه فيه عصابه. يعني هاد السيده باينه جات شي طونوبيل، جات شي طونوبيل حطاتهم، تقول الله يسر شي سيده اللي باغا دير هادشي السحر ولا الله اعلم. جات شي سيده وصلاتهم حطاتهم تما، الاخرين عاوتاني كي دار تحل الباب. هذا هو الغريب في الامر، كي دار تحل الباب، حيت كاين اخويا اللور واحد الباب غير صغير هذا هكايا، هذاك بجهه بعيده. اما هنا الحمد لله الدراري اللي كنعرفوهم هنا، انا كون كانوا ما يخليو ما يديروا لهم. حنا بغينا نعرفوا كي دار تحل الباب، وشكون هي هاد السيده، وبنت من هاد السيده، وشكون شكون كي دار اين مقبره مدفونه، كي دارت باش جات. هادشي راه غيبينوا لحقاش الروح عزيزه عند الله. كون ما كانتش الروح عزيزه عند الله، شي كون ما كانتش الروح عزيزه عند الله، ما كانتش هاد البنت. الدراري سبحان الله العظيم دايزين من تماك طارت كوره، هبط شافوا هاد الفيلم كره، داروا غرضهم اللي غيديروه غيديروه، وكانوا غادي يشدوا هذيك غيشدوها مسكينه. حقاش كانت واحد الحفره بحال دابا نقول لك شنو، دابا من تيكونوا هذوك الحفاره تيحفروا تيلقاو شي بلايص فيهم الحجر. يعني مثلا حفر في هذا القبر وبقى الحجر، ما بقى له فين يزيد يحفر، صافي. شنو هما لقاو ديك الحفره النص، يعني شنو الغرض ديالهم؟ غادي نحطوها وغادي نردموا عليها. واخويا شغنقول لك اخويا، من هاد المنابر هذا اخويا نتمناو من السلطات يقبطوا هاد المجرمين، هاد العصابات، حاجه باش يكونوا بشر قبل من قبل ما تدخل هاد السنه ديال 2022. بغينا نسمعوا لهم شي اخبار منهم يتقبطوا اخويا، راه هادشي بزاف. والناس تخلعوا، مدينه مكناس ماشي ديال هادشي اخويا، واني راه كثر هادشي بزاف. مدينه مكناس الشريفه والناس ديالها زوينين، وكي تيقولوا اي واحد تيجي بشي مدينه كيجي مدينه مكناس يقول لك ما سخيناش بهاد المدينه، لا بالناس ديالها، لا بالجو ديالها، لا باي حاجه. كنتمناو خويا من السلطات ينقيو لنا هاد المكاريب اللي كيديروا هادشي هذا اخويا، وهاديك البنيه راه الله هادشي اللي كنتمناو اخويا. راه الشباب غير جالس، راه يدير البنادم غير 30000 ريال لواحد اخويا، غير 30000 ريال راه يجي بنادم يعسلك الليل كامل هنا، والله لا دخل شي واحد. الناس راه تيقيلوا شي، واخا ما خصنيش نقول هاد الهضره هادي، راه الناس تيجيو يكميو غير الجوانات هنا. هنا مور المقبره وهذا، دير انت لواحد، خدموا واحد ثلاثه الشباب ما تنطلبوش بزاف، فرقوهم شي ليل شي عشيه شي صباح، فرقوهم يقابلوا المقبره، ما يبقاش يدخلوا هاد المكارب اللي كيجيو يدخلوا لنا الشعواده هنا ويديروا لنا السحر. يدخل غير اللي يجي نهار، اللي يجي يزور الاهل ديالو، اللي بغى يبني القبر ديالو، اللي بغى نهار الجمعه يجي يزور. هذه راه هذاك الشيء راه ضروري واجب عليه، واني باش يجيو الناس يبقاو السحر السحر، وما كاينش اللي كيهضر معاهم. نقولوا هذه احو بردت، وباش تهز انت هي بنت ملائكه عندها 9 سنين معاقه وتجيبها للمقبره وتلوحها بديك الطريقه، وما كاين لا عساس لا شي حاجه، راه هذا الشيء راه بزاف اخويا.